بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي مهندس أحمد محمد السنكري إن شاء الله نستكمل سلسلة فيديوهات الثيرموداينامكس من كتاب ثيرموداينامكس ان انجينيرينج ابروتش شينجل وميشيل بولز الإصدار الثامن إن شاء الله النهاردة نكمل أيتم خمسة تلاتة كنا بنتكلم فيها على الانرجي أناليسز للاستدي فلو ديفايسز اتكلمنا على الانواع المختلفه للديفايسز اللي بنتعامل معاها على ان الفلو فيها ستيدي فلو النهارده ان شاء الله هنتكلم على الهيت اكسشينجرز الهيت exchangers هي اجهزه بنستخدمها في السيستمز الميكانيكيه وبنستفيد فيها من انتقال الهيت من فلويد لفلويد تاني من غير ما يحصل لهم ميكسينج ابسط نوع من انواع الهيت تشينجر بنسميه الدبل تيوب هيت تشينجر الدبل تيوب هيت تشينجر بيبقى عباره عن تو تيوبز كونسنتريك تيوب منهم الديامتر بتاعتها قليله او صغيره وتيوب تاني بديامتر كبيرة واحد من الفلويد بيمشي خلال التيوب اللي الديامتر بتاعها صغير والتاني بيمشي في المسافة ما بين التو تيوبس اللي هي المساحة دي ويخرج من الناحية التانية أثناء دخول وخروج الفلويد نتيجة اختلاف التمبريتشر ما بين التو فلويد بيبدا يحصل هيت ترانسفير ما بين آه الفلويد اللي درجه حاطة عاليه للفلويد اللي درجه حرارته قليله زي ما قلنا ده اسمه الدبل تيوب هيت اكسيتشينجا. ده ابسط نوع وفي منه من الهيت أنواع مختلفة حسب الاستخدام بنختار النوع المناسب للاستخدام بتاعنا وإن شاء الله هنتكلم بالتفصيل في الهيت في كورس الهيت ترانسفير إن شاء الله هنبدأ فيه خلال فترة قصيرة إن شاء الله. لو جينا نشوف الإنرجي على الهيت اكسشينجر أول حاجة هلاحظ إن مفيش أي ورك في العملية دي ما بدخلش أي ورك خلال الهيت اكسشينجر وبالتالي الورك بيساوي زيرو هلاقي كمان ان انا ممكن اهمل التغير في البوتنشال انرجي والتغير في الكاينيتك energy للتو فلويدز وبالتالي قيمتهم تقريبا ممكن ناخد ان هي بتساوي صفر او نعتبر ان هي بتساوي صفر فهلاقي الجزء الوحيد او الانرجي اللي داخله في السيستم معايا هو الانرجي بتاعه الفلويدز اللي داخله واللي خارجه بالاضافه للهيت ترانسفير من فلويد للتاني او العكس بس الهيت بتعتمد هنا على الكنترول فوليوم اللي انا بحدده للسيستم بتاعي فلو فرضنا مثلا اللي انا خدت الكنترول فوليوم بتاعي على الهيت اكس ككل في الحاله دي انا داخل من هنا فلويد وخارج من الناحيه الثانيه والفلود التاني داخل من الاتجاه ده وخارج من الاتجاه ده وبالتالي هيبقى الام Energy ان اللي هي مجموع الانرجي بتاعه الفلود ده زائد energy للفلود ده والانرجي اوت هي الانرجي للفلود اللي خارج من هنا زائد الانرجي للفلود اللي خارج من هنا وفي الحاله دي غالبا الهيت اكسنشنج بيكون معزول وبالتالي ما بين الباوندري اللي انا محددها للسيستم والسراوندنج بتاعي ما فيش اي هيت ترانسفير فبالتالي في الحالة دي زي ما قلنا هيبقى مجموع الانرجي للتو فلويدز اللي داخلين يساوي مجموع الانرجي للتو فلويدز اللي خارجين اما لو انا جيت اخدت فلويد واحد من التو فلويد ككنترول فوليوم وليكن مثلا هختار الفلويد اللي ماشي جوه البايب الصغير وبالتالي هلاقي فيه هنا ان فيه هيت ترانسفير من الفلويد او الى الفلويد حسب الفلويد ده هو اللي ضاير حاطه اعلى او الاقل بالاضافه للانرجي بتاعه الفلويد اللي داخل والانرجي للفلويد اللي خارج فبالتالي في الحاله دي هدخل الكيو معايا في الحسابات في الانرجي اناليسيس طيب نبدا نشوف مسائل او الاسئله بتيجي على الهيت اكسشينجرز ازاي عندنا بعض الاسئله الكونسبشوال هنلاقي أه، سؤال 68 و69 و70 دي اسئله كونسبشوال على الميكسينج أه، تشامبر اللي خدناه في الفيديو اللي فات والهيت اكسشينج السؤال so, 68 على الميكسينج تشامبر بيقول لي consider a steady flow mixing process under what conditions will the energy transported into the control volume by the incoming streams be equal to the energy transported out of it by the outgoing stream يعني yani, لو انا عندي ميكسينج تشامبر شكل ده داخل لي تو ستريمز من الاتجاه والستريم طالع من الاتجاه آه التاني. امتى يكون الانرجي اللي داخله باي الانكومينج ستريمز بتساوي الانرجي الخارجه من الانكومينج آه الاوت كومينج الاوت جوينج ستريم فبالتالي هلاقي طبعا لو احنا الميكسينج تشامبر معزول بشكل جيد مفيش اي هيت ترانسفير وانا بالتالي ما عنديش ورك و نيجلكت ال potential energy و ال kinetic energy فبالتالي هلاقي ان ال energy اللي داخله هتساوي ال energy اللي خارجة من الميكسينج تشامبر وبالتالي العملية دي نقدر ان احنا نطبقها when there is no heat or work interaction between the mixing chamber and the surroundings السؤال الثاني وهو السؤال اللي له علاقة بالheat ex exchanger هو تقريبا نفس السؤال بيقولي uh, consider a steady flow heat exchanger involving two different fluid streams Under what conditions will the amount of heat lost by one fluid be equal to the amount of heat gained by uh, the other fluid؟ نفس الإجابة لما يبقى uh, no heat or work interaction Between the heat exchanger and the surroundings اخر سؤال معانا في الأسئلة conceptual السؤال رقم 75 يقول لي when two fluid streams are mixed in a mixing chamber Can the mixture temperature be lower than the temperature of both streams and explain يعني لو أنا عندي uh, mixing chamber ودخلي uh, two streams من اتجاه وهيحصل لهم mixing مع بعض ويخرجوا من uh, الاتجاه التاني هل يمكن temperature اللي خارجه تبقى أقل من temperatures بتاعة uh, two stream fluids اللي داخلين؟ الطبيعي اللي احنا فاهمينه ان انا لو عندي تو ستريم للفلويد داخلين وبالتالي لو التمبريتشر حتى لو التمبريتشر بتاعت واحد منهم اعلى من التانية فبالتالي الميكسينج مع بعض هيديني تمبريتشر في النص ما بين التو حسب آآ كمية كل واحد فيهم وبالتالي التمبريتشر اللي هتبقى اه ممكن اقل من تمبريتشر معينة منهم بس هتبقى اعلى من الفلويد التاني في حالة إن مفيش أي heat or work interaction between الميكسينج chamber والسراوندنج زي ما قلنا في السؤال من شوية. طيب لو الاتنين تمبريتشر بيساو بعض اللي داخلين فبالتالي التمبريتشر اللي خارجة هتبقى هي هي نفس التمبريتشر بتاعت التو فلو اللي داخلين وبالتالي برضه مش هتبقى أقل منهم. طيب إمتى تبقى طالعة بقى أقل منهم؟ لو افترضنا ان في هيت ترانسفير من الفلويد للسراوندنج خلال المرحله بتاعه الميكسينج تشامبر وبالتالي اجابه السؤال هتبقى يس yes. ان ممكن تبقى تمبريتشر بتاعه الميكشر اقل من التمبريتشر بتاعه البوث ستريمز اللي داخلين وبالتالي في حاله وايل Or when? when there is heat transfer from the fluids to the surroundings. دي الاسئله الكونسبشوال اللي على الميكسينج تشامبر والهيت اكسشينجر طيب بالنسبه للهيت اكسشينجر بقى ازاي بتيجي المساله وازاي نحل عليها اول مساله معانا في الهيت اكسشينجر هي مساله خمسه سبعة ستة وسبعين يقول لي هيت اكسشينجر از تو هيت ووتر مديني السي بي قيمتها بارا بوينت واحد تمانية كيلو جول لكل كيلو جرام سليزيوس فروم 25 to تو degree ديجري سليزيوس at a rate of uh, 0.2 kg per second. The heating is to be accomplished by geothermal water بيستخدم علشان يعمل heating لل دي بيستخدم geothermal water مية بيتم ضخها uh, من تحت الأرض بتكون درجة حرارتها uh, أعلى من درجة حرارة فوق سطح الأرض السي بي بتاعتها قيمتها uh, 4.31 كيلو جول لكل كيلو جرام سيليزيوس available at temperature uh, 140 degrees Celsius at a mass flow rate of uh, 0.3 kg per second. Determine the rate of heat transfer in the heat exchanger and the exit temperature of geothermal water. I just sip uh, the uh, heat transfer. Uh, جوا الهيت اكسشينجر والتمبريتشر بتاعه الجيوثيرمال ووتر اللي هتطلع بعد ما تعمل هيتينج للووتر اللي تهمنا اللي هي اللي كانت داخله في الاساس عند 25 وطلع عند 60 سليز وبالتالي عندي هيت اكسشينجر انا اعتبر ان هو دبل تيوب هيت اكسشينجر بالشكل ده ونفترض هنا الوتر اللي احنا عايزين اه نعمل لها اه داخلة بمعدل اتنين من عشرة كيلو جرام بير سكن و تمبريتشر سميها تي واحد خمسة وعشرين سليزيوس وتخرج من الناحية التانية عند تي اتنين ستين سيليزيوس علشان اعمل كده بدخل من في الاتجاه التاني جيوثيرمال ووتر الام دوت بتاعتها ثلاثة من عشرة كيلو جرام بير سكن وتمبريتشر مية واربعين سيليزيس هسميها تي ان وبتخرج تي اوت دي اللي احنا عايزين نعرف اللي بيحصل هنا ان بيحصل هيت نتيجة مرور هيت ترانسفير من geothermal water بتنتقل الى الووتر اللي احنا عايزين نعملها هيتينج عشان نطلعها بستين سيليزيوس اسميها q.n باعتبار ان انا هختار البايب الصغيرة ككنترول volume وبالتالي كيو هي كيو ان للكنترول فوليوم بتاع البايب وبالتالي هنطبق الانرجي بالانس هلاقي المفروض الاي دوت e. ان ناقص الاي دوت اوت بتساوي دلتا الاي e بتاعه السيستم دلتا الاي دوت e. بتاعه السيستم 0 for steady flow uh, for steady flow uh, system وبالتالي ال e dot n بتساوي ال e dot out طيب ال e dot n هنا هي ال q dot n زائد ال energy للماس اللي داخلة السيستم اللي هي بتساوي m دوت للوتر الهوت ووتر أو هي في الحالة دي لسه كولد ووتر أسميها m دوت w وهنا هسميها ال g w عشان أميز بين التو فلويدز وبالتالي هنا الام m دوت ووتر في الاتش h واحد للماس اللي داخلة بيساوي ال Energy اللي خارجة مع الماس اللي خارجة هنا اللي هي m دوت ووتر في ال h2 وبالتالي إذاً ال q دوت n بتساوي m دوت ووتر في ال h2 ناقص m دوت ووتر في ال h1 لو خدت ال m دوت ووتر عامل مشترك يتبقالي h2 ناقص ال h1. التمبريتشر بتاعه الوتر هنا عليت من 25 سيليسيوس ل 60 سيليسيوس بفترض ان خلال العمليه دي ما حصلش اي فيز تشينج للوتر الميه الوتر داخله ليكويد وخارجه ليكويد زي ما هي مفيش جزء منها تحول ووتر فيبر فبالتالي اقدر ان انا من خلال ان انا مفيش فيزيكال تشينج specific هيت بتاعه الوتر constant من ساعه الدخول لحد ما تخرج فبالتالي نقدر ان احنا نشيل الاتش ونحط بدالها السي بي في التي بحيث نتعامل مع التمبيريشر بشكل مباشر وبالتالي اقدر اقول من هنا ان الكيو دوت ان بتساوي الام دوت ووتر هشيل ال H2 واحط بدالها ال Cp في ال T2 ناقص هشيل ال H1 واحط بدالها ال Cp في ال T1 طبعا الـ Cp في الحالتين هي constant زي ما احنا فاهمين constant specific heat فبالتالي اقدر اخد الـ Cp عام مشترك يبقى الـ M دوت ووتر في الـ Cp في الـ T2 okay. ناقص الـ T1 اوكي الكلام ده برضه ال Cp بتاعت الوقت هو مديني في المسألة السي بي للوتر قيمتها من واحد كيلو جول لكل كيلو جرام سيليزيوس والسي بي ووتر من كيلو جول لكل كيلو جرام سيليزيوس معايا الام دوت ووتر معايا السي بي ووتر معايا تي اتنين ومعايا تي واحد اقدر اجيب الكيو ان اللي هو المطلوب الاولاني في المسألة المدات ووتر بـ 2 من 10 في الـ CP water 4.18 في الـ T2 60 سليزيوس ناقص الـ T1 25 سليزيوس هنعوض ونجيب الكيو ضد هنلاقي بتساوي 29.26 من 100 كيلو وات الهيت اللي انتقلت من الفلويد الجيوثيرم الوتر هي نفسها اللي فقدها الجيوثيرم الوتر يبقى الهيت اللي اكتسبتها الوتر دي هي نفسها اللي فقدها الجيوثيرم الوتر آه فبالتالي اقدر اساوي آه القيمتين ببعض يعني الكيو دوت ان للوتر هي نفسها الكيو دوت اوت من الجيوثيرمال ووتر لو عملنا انرجي بالانس على الجيوثرمال ووتر هلاقي ان الكيو دوت اوت للجيوثرمال ووتر زائد الام دوت في الاتش اوت بتساوي الام دوت للجيوثرمال ووتر في الاتش ان وبالتالي اذا الكيو اوت هتساوي ام دوت الجيوثيرمال ووتر لو خدناها كعامل مشترك في ال H ناقص ال H out نفس الكلام بافتراض كونست سبيسيفيك هيت و اه نو فيز تشينج وبالتالي ام دوت في الجيوثيرمال للجيوثيرمال ووتر في السي بي بتاعة الجيوثيرمال ووتر في ال T ناقص ال T out للجيوثيرمال آه ووتر ال out هي نفسها ال Q -N هي نفسها بقيمة تسعة وعشرين بوينت سته كيلو بشيل كيو اوت واحط بدالها تسعة وعشرين بوينت اتنين ستة كيلو وات هتساوي الام دوت للجيوثيرمال ووتر تلاتة من عشرة السي بي اربعة بوين تلاتة واحد في التي ان اللي هي مية واربعين سيليزيوس ناقص التي اوت دي اللي احنا عايزين نحسبها باستخدام الآلة الحاسبة نقدر نحسب التي اوت من المعادلة دي هتطلع 117.4 وسبعتاشر بوينت وبكده تكون خلصت المسألة خمسة ستة وسبعين. طيب نشوف مسألة تانية المسألة خمسة تسعة وسبعين. عندنا هنا نوع تاني من انواع الهيت اكسشينجر اسمه الكروس فلو هيت اكسشينج الكروس فلو هيت اكسشينجر هو بيبقى عباره عن تيوبس ماشي فيها فلويد معين وبيعدي عليه فلويد تاني على شكل كروس فلو على المواسير او البايبس دي من الخارج وبيبدا يحصل ما بينهم هيت اكسشينج عشان يحسن عمليه الهيت ترانسفير في بعض الاوقات بيستخدم بليتس بالشكل بي ده بنسميها فينز طبعا الكلام ده زي ما قلنا هناخده بالتفصيل في الهيت ترانسفير ان شاء الله فبيقول لي هنا ايه السي بي بتساوي واحد وخمسة من ألف كيلو جول لكل كيلو جرام سيليزيوس اس تو بي هيت باي هوت اكزوست in a closed flow heat exchanger before it enter the furnace بعمل له عملية heating مبدئية كده في الأول قبل ما بيدخل على الفرنس air enters the heat exchanger at 95 كيلو باسكال and 20 سيليزيوس الهواء داخل الهيت exchanger عند ضغط 95 كيلو باسكال 20 سيليزيوس بمعدل 6 من متر كيوب بير سكند ذا كومباشن جازز في كومبشن جازز دي اللي انا بستخدمها في تسخين الهواء هي دي اللي معديه من البايبس اللي قدامي دي السي بي بتاعتها واحد واحد من عشرة كيلو جول لكل كيلو جرام سيليزيوس وداخلة عند مية وستين سيليزيوس بمعدل خمسة وتسعين من مية كيلو جرام بير وبتطلع عند خمسة وتسعين سيليزيوس عايز يحسب عيته في ترانسفير و للاير والآوتليت تمبريتشر بتاعه الهب نفس فكره المساله اللي اشتغلنا عليها المره اللي فاتت الكيو اللي اللي بياخدها الهواء هي نفسها الكيو اللي بيفقدها الاكزاوست جازز اللي ماشيه في البايبس فانا عندي هنا الاكزاوست جازز اللي داخله وخارجه من البايبس مديني التمبريتشر اللي داخله والتمبريتشر اللي خارجه لو عملنا هنا balance عليها هلاقي ان الكيو دوت اوت هتساوي ام دوت بتاعه الاكزاوست جازس سميها ام دوت جي ده هنا جي وده هنا ايه ك ل الاكزوست جازس جي وكسمبل للايه الحرف ايه يبقى الام دوت جي بتاعه الاكزاوست جازس في السي بي بتاعة الاكزاوست جازز في التي ان ناقص التي اوت نفس الطريقة اللي اشتغلنا عليها في المسألة اللي فاتت وبالتالي الكلام ده هيساوي الام دوت بوينت تسعة خمسة كيلو جرام بير سكند السي بي واحد, واحد من عشرة في التي ان مية وستين ناقص التي اوت اللي هي خمسة و90 سيلسيوس اذا قيمه الكيو دوت اوت من الاكزوست جازز هتساوي 67.93 كيلو وات طيب علشان نجيب بقى الـ هي نفس الكيو اوت من الاكزوست جازز هي نفسها الكيو اللي بيكتسبها الها وبالتالي ايتو في 2 ذا air هي نفسها الـ Q دوت بـ Q دوت إن بالنسبة للـ Air هي نفسها الـ Q دوت أوت من الـ جاز yes. بتساوي سبعة وستين بوين تسعة ثلاثة كيلو وقت. عشان نحسب الاوتلت تمبريتشر بتاعه الهواء هنعمل انرجي بالانس على الهواء هنلاقي ان الكيو دوت ان للهواء بتساوي الام دوت اير في السي بي للاير في التي ان ناقص اه أو التي اوت ناقص التي ان الكلام ده للهواء السي بي بتاعت الهواء مديها لي في المسألة واحد وخمسة من ألف التي أوت دي اللي انا عايز احسبها التي ان مديها 20 سيليزيوس والكيو دوت ان هي نفسها الكيو دوت اوت اللي هي 67 و 93 من كيلو وات فعشان احسب التي اوت لازم احسب الام دوت اي هو مش مديهالي هو مديني ايه في المساله مديني الفي دوت بتساوي 6 من 10 متر كيوب بير سكند الفي دوت هو الفوليوم فلو والوحده بتاعته بتاعته زي ما احنا شايفين متر كيوب بير سكند طيب عشان نحسب الام دوت بما ان الهواء أيدي الجاز وبالتالي نقدر نطبق عليه الأيديال جاز إيكويشن اللي بتقول الـ P V إيكوال الـ M في الـ R في T لو حولناها لـ فبالتالي الـ P في الـ V دوت لازم يساوي الـ M دوت في الـ R في T طالما أنا عندي هنا flow. وبالتالي نقدر نقول الـ M دوت هتساوي الـ P في الـ V دوت على الـ R في الـ T. الـ R بتاعت الـ إيه؟ نقدر نجيبها بين الـ تساوي 287 من 1000 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن معايا الفي v دوت ومعايا الـ pressure اللي داخل بيه الهواء إذا نقدر نجيب الـ m دوت هتساوي الـ pressure 95 كيلو باسكال في الفي v دوت ستة من عشرة على الـ r 200 سبعة وثمانين من ألف في التي اللي هي عشرين سيليزيوس لازم نجمع عليها ميتين تلاتة وسبعين عشان نحولها للكلفن وباستخدام الآلة الحاسبة نطلع الام M دوت هتساوي بوينت ستة سبعة سبعة تمانية الوحدة كيلو جرام بير سكند ما إننا جبنا الام دوت إذا نقدر نعوض في المعادلة اللي هي QN بتساوي الام دوت اير في سي بي اير في التي اوت ناقص التي ام الكيو دوت ان اللي هي سبعة وستين وتلاتة وتسعين من مية هتساوي الام دوت بتاعة الهواء اللي احنا طلعناها بين ستة سبعة سبعة تمانية في سي بي اير واحد وخمسة من ألف في التي اوت اللي احنا عايزين نحسبها ناقص التي ام اللي هي عشرين سيريزيوس ومن هنا تطلع التي اوت باستخدام الآلة الحاسبة هتطلع 120 وعشرين ديجري سيليزيوس تقريبا وبكده تكون خلصت المسألة طيب ناخد مسألة كمان علشان نبقى خلصنا كل الأفكار الخاصة بالهيت اكسشينجر المسألة معانا المسألة خمسة ستة وتمانين مدينا هنا برضه نوع من انواع الهيت اكسشينجر النوع ده بنسميه كوندنسر ويستخدم في الستيم باور بلانتس هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل في الشابتر الجاي يقول لي عندي كوندنسر بالشكل ده بدخله ستيم او ووتر فيبر عنده تمبريتشر 50 سيليزيوس بحيث ان انا اعمل كوندنسنج للووتر بحيث يتكثف ويخرج من الناحية التانية عملية الكوندنسنج دي بتتم باستخدام كولينج ووتر من بحيرة الوتر بتدخل التيوبز بتاعة الكوندنسر عند 18 سيليزيوس بمعدل 101 كيلو جرام بير سكند وبتخرج عند 27 سيليزيوس عايز يحسب معدل الكوندنسيشن للستيم في الكوندنسر اللي هي الام دوت ووتر اللي خارجه من الكوندنسر بتاعي طيب اول حاجه انا معايا الهيت اللي بيفقدها الستيم اللي بتكتسبها الكولينج ووتر فبالتالي انا لو جبت الكيو اللي بتكتسبها الكولينج ووتر انا معايا التمبريتشر بتاعتها اللي داخله والخارجه ومعايا معدل دخول وخروج الووتر ومعاه السي بي بتاعتها فبالتالي اقدر اجيب من هنا الكيو اللي بيفقدها الستيم وبتكتسبها الكولينج ووتر وتبقى هي هي نفسها زي ما قلنا الهيت اللي بيفقدها الستيم ونشوف منه الام دوت بتاعت الستيم اللي هتخرج هنا تبقى قيمتها بتساوي كده طيب لو عملنا انرجي بالانس على الكولينج ووتر هلاقي ان الكيو دوت ام هتساوي الام دوت للكولينج ووتر في السي بي ووتر في التي اوت ناقص التي ان الكلام ده للوتر يبقى بيساوي الام دوت ووتر متهالي مية واحد كيلو جرام بير في السي بي للوتر طبعا هو مش مديهالي هنا بنقدر نجيبها من التيبل تطلع السي بي عن باور بوينت واحد تمانية كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن في التي اوت سبعة وعشرين سليزيوس ناقص التي ان تمنتاشر سيليسيوس نعوض في المعادلة دي نقدر نجيب الـ إن هتساوي 3800 كيلو وات طيب الـ Q قلنا اللي بيكتسبها الـ Water ال Cooling Water بيفقدها الـ وبالتالي الـ Q.N للـ Water بتساوي الـ Q.Out اللي خارجة من الـ طيب الكيو دوت ستيم بتساوي ايه؟ هتساوي الام دوت بتاعت الاستيم في اتش واحد او الاتش ان ناقص الاتش دي طيب ليه هنا ما شلتش الاتش وحطيت بدلها السي بي قلنا الاتش بتساوي السي بي في T في حاله ان مفيش فيز تشينج في ال 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 أو في الفلويد ده بالتالي عندي هنا الفلويد دخله ستيم يعني vapor وبيحصل فيز change وبيتحول ل liquid water فبالتالي ما اقدرش هنا اشيل السي بي اشيل الاتش واحط ده السي cp في التي فبالتالي لازم احط m دوت في الاتش ان ناقص الاتش اوت الستيم اللي داخل داخل بتمبيريشر 50 سيليزيوس وبيخرج على شكل ووتر نفس الكلام عند 50 سيليزيوس اللي حصل خلال الهيت اكس هنا هو بس تحول للفيز عند نفس التمبيريشر وبالتالي الاتش اللي دخل بيها هي نفسها الاتش دي عند تمبيريشر 50 سيليزيوس والاتش اللي خرج بيها اتش اوت هي الاتش اف اتحول لليكويد عند نفس التمبريتشر خمسين سيليزيوس وبالتالي الاتش ان ناقص الاتش اوت هتساوي الاتش دي ناقص الاتش اف اللي هي بتساوي الاتش اف دي عند تمبريتشر خمسين سيليزيوس يبقى نقدر نشيل هنا ال h in ناقص ال h out ونحط بدال m.steam في ال hfg at ال t بتساوي خمسين سلسس يبقى إذن ال m.steam اللي احنا عايزين نحسبها بيساوي ال q. اللي واصلة للستيم على ال hfg عند تمبريتشر خمسين الاتش اف جي التمبريتشر بساوي خمسين سيليزيوس من البروبرتي uh هلاقيها بتساوي الفين تلتمية اتنين وتمانين كيلو جول لكل كيلو جرام اذا الام دوت ستيم هتساوي تلات تلاف وتمنمية على الفين تلتمية اتنين وتمانين هتطلع الام دوت تساوي واحد بوينت ستة كيلو جرام بير وده المطلوب في المسألة إن شاء الله هتلاقي كمان في آه النوت آه مسألة كمان محلولة على آه الهيت اكس تشينجر آه لو في أي استفسار تقدر تتناسل معايا على آه رقم اللي ظاهر قدامك على الشاشة إن شاء الله آه الفيديو اللي جاي هنكمل آه steady flow devices او اخر جزء في الـ steady flow devices وبعد كده هنشوف هيبقى في فيديو على unsteady flow uh device تحياتي مهندس احمد محمد السنكاي